هل يجزئ للمرأة عند الاغتسال من الجنابة أن تخلل شعر الرأس بالماء فقط دون التدليك؟ عند الجنابة ترسل عليه الماء وتبلغه بالماء، لو ما أنها نقضته. النقض إنما يكون للحيضة والنفاس، تنقضه إذا كان مظهورا، تنقضه للحيض والنفاس. أما الجنابة فلا تنقضه، وتفيض الماء عليه وتبلغه بالماء. وإذا استعملت الدلك فهو أحوط وأحسن. نعم.